حسد. نعم ولو قعدنا نتكلم حلقات وحلقات عن الحسد نعم مش هيكفي، وهتفضل الناس عايزة تسمع عنه أكتر وأكتر، لأنه ما أعتقدش إنه في حد فينا ما عداش عليه إنه صحيح. اتحسد في يوم من الأيام، سواء كان هو أو بيته أو أولاده. الحسد أنواع، وكنت لسه بسألك بقول لك هو الحاسد لو ما حسدش يتأذي بحسده؟ قلت لي آه طبعا، فأنا عايزاك تفسرها لي طيب كمان. حاضر. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. عايز أنا وحضرتك نقول للناس الأول يا جماعة، كلامنا عن الحسد مش معناه إن إحنا نعلق كل حياتنا عليه. طبعا تمام، لأن في ناس عندها هس حسد وسواس حسد، لو ماشي واتلمس يقول لك اه الناس حاسديني، لو رايح يعمل حاجه وكاوتش العربيه نام اه اصل مش عارف عين مين واصطبحت بوش مين لا 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 وماشي حياته بكده. الله يبارك وفي فيك. ناس بتخاف تخرج وتتحرك وتروح وتيجي بالظبط. فاحنا عايزين نقول يا جماعه باعتدال، العين حق حق، الحسد موجود موجود وذكر في القرآن اه، لكن ما ينفعش اعلق كل حياتي على الحسد، ما ينفعش اديله اكبر من حجمه. اه الحسد موجود على سبيل الامتحان والاختبار والابتلاء، والله عز وجل اوجد لنا التحصينات. الكلام ده يعمل توازن الاول قبل ما نتكلم، علشان ما حدش يتخيل يا جماعه انتوا كده هتخلوا الناس كل حاجه عليهم. لا 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 خالص يا جماعه، احنا بنتكلم على انه فيه داء بالفعل موجود. تمام، وجعل الله له دواء. الداء هو الحسد والعين، وفي فرق ما بينهم. تمام، وذكر الله عز وجل الامر ده في القران كثيرا. نقول ازاي لما نيجي نتكلم عن الحسد يا جماعه؟ قال الله عز وجل ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. ايضا قال الله عز وجل ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. قال الله عز وجل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. قال الله عز وجل ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. قال الله عز وجل وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم. قال الله عز وجل من شر حاسد اذا حسد. يبقى الايات واضحه جدا انه في حسد، وفي حسد بقوه كمان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن الحسد وقال انه العين حق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. فسرها لي بقى. حاضر، يعني لانه العلماء قالوا اسمحي لي انه العين ثلاث أقسام. في عين معجبة، وفي عين حاسدة، وفي عين قاتلة. يا ساتر يا رب. سلم يا رب. فالله خير حافظا وأرحم الراحمين علي وعليك وعلى أولادنا وعلى جميع المشاهدين داخل مصر وخارجها. ثلاث عيون يا هانم، المعجبة، الحاسدة، القاتلة. أشار النبي إلى أنه قد يصل الحسد والعياذ بالله إلى القتل. تمام، والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يوافق القدر، يعني ما هو ما فيش حاجه بتحصل الا بقدر، هو سبب من ضمن الاسباب اللي ممكن اي حد يتوفى بيها. بص يا فندم، حد مريض. تمام، المريض يعمل ايه؟ لازم يروح لمين؟ للطبيب. الله يبارك في عمرك. الطبيب اداله الدواء، لازم يعمل ايه؟ ياخد الدواء. طب اذا المريض ما راحش للطبيب ابدا، أليس المرض قد يقتله؟ آه. الله يبارك في عمرك، ولله المثل الأعلى. التحصين. آه يا سلام عليك، فهمتيني، الله ينور عليك. يبقى الموضوع إيه؟ يا جماعة اختبار وامتحان وابتلاء، ومن الآخر ما فيش حد إلا حواليه عين بتبص عليه. طبعًا. ما نجيب من الآخر، طبيعي. ونقول كمان لا يخلو جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. أصل أنا لو ما بصتش وحبيت اتنافس مع غيري يبقى انا ما عنديش همه ولا عزيمه، طبيعي ان انا اشوف حد من علمائنا. بس انا الدين بقى بيعلمني ايه؟ وتربيتي واصلي بيعلمني ان انا اشوف شيخنا اقول يا رب يتمها عليه ويا رب ابقى زيه. دي اسمها الغبطه. ادعي له ان ربنا يديم عليه نعمته. قوي في اي حاجه، حد ماشي بعربيه حلوه جنبك، ربنا يبارك لك فيها ويرزقني مثلها، حلو جدا، هو ده الدين.
عشان اشتغل عشان اجيب زيها وماله، بيت حلو قوي ربنا يملاه بركه لصاحبه ويا رب يرزقني مثله. ولذلك العلماء اتكلموا على ايه؟ انه في حاجه اسمها الحسد وفي حاجه اسمها الغبطه. الف لام غين ب ط ت مربوطه. الحسد تمني زوال النعمه عن الغير، تمام؟ انما الغبطه تمني دوام النعمه للغير وان يرزقني الله مثلها. ادي اسمها ايه؟ الغبطه. وهو ده المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا في اثنتين. الحسد انما معنى الغبطه. رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل اتاه الله العلم وفي روايه الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها. نغبطه على كده. راجل غني وعمال ينفق في سبيل الله، انا اقول يا رب يديني واعمل زيه، ويا رب يتقبل منه، يا رب يتمها عليه. دي الروح الاسلاميه. طب عالم من العلماء وحاجه كده جميله، علم وايمان وعقل ويعلم الناس، ادعي له ربنا ان ربنا يوفقه ويتقبل منه ويا رب ابقى زيه. شوف الدين حلو ازاي، امال احنا نتنافس ازاي؟ وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون. وخلي بال معليكي، الحسد في كل حاجه، في الاكل، في الشرب، في اللبس، في البيت، في العيال، حتى في العباده. حتى في طاعه الله، حتى في قراءه القران. طب كل شيء كله يا فندم. ممكن حد يكون كان محافظ جدا على قيام على صلاه الفجر، ما اسمحي لي، اتسحب من لسانه وقعد يقول للناس. فحد جه باصص له بقى عامل زي ما يكون جبل مش قادر. فهماني حضرتك؟ طب ليه؟ زي ما بنقعد نقول كده، ده ام قعدت تقول على اولادها ده متفوقين، ده جابوا الدرجات النهائيه، ده جابوا امتياز، ده جابوا مش عارفه ايه، وفجاه تقول لك كره المذاكره وكره الدراسه ومش راضي يروح الجامعه او المدرسه. خلي بال حضرتك، ممكن امه تكون حسدته من كتر فرحتها بيه. طبعا. ولذلك ممكن، خلي بال معليكي، مش لازم الحسد يخرج من نفس شريره، ممكن الانسان يحسد نفسه. واحد ما شاء الله، اللهم بارك يا رب، فيتنس كده واقف قدام المرايه فرحان، عمال يبص. ولذلك احنا نهينا عن الوقوف كتير قدام المرايه. ليه بقى؟ لان تخيل وتحسد، تعمل خيالات. يعني عارف حضرتك، بنت واقفه قدام المرايه ساعه عماله تعمل مش عارف ايه، وتلف ازاي، وتبص ازاي، تتخيل. نقطه كمان يصل العجب بالنفس، نقطه كمان ممكن تحسد نفسها. المرايه اله استخدمها على قد الحاجه بس وخلاص. وارجح يا ريت ما نكترش المرايات في الاوض.